الواحد يحس بهيبه قدام هالمناظر الصراحه. الواحد مجرد انه يكون قدام هيبه واثار بعلبك والهندسه المعماريه الموجوده في هالمكان هي حاجه الصراحه عظيمه روعه. بهرنا بجمال لبنان ومكاناتها اللي ما شفناها ابد، بهاي القلعه اللي اجينا اللي عمرها اكثر من 4000 سنه. من اول دقيقه انبهرنا من دخول بعلبك لحد ما اجينا للقلعه، خاصه دخولنا للقلعه كان شفنا هاي الاثار ما صدقنا انه كل ساعه صور 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 صور. نحن هلا هون واقفين ببعلبك باهم منطقه تاريخيه، اثار تاريخي اللي كلنا اللبنانيين نحن بنفتخر فيه وبندعي كل العرب انه عم تجي عليه. صراحه انبهرت بزيارتي اللي بعلبك على هذا التراث وعلى استقبال وعلى اهلها والكرم اللي فيها. استمتعنا بزيارة لبنان وحين احنا موجودين في بعلبك، شيء خيال، اهل وشعب وطيبة وكرم من شعب لبنان. بحبك يا لبنان. مكان جميل وله عظمته، يعني على الناس اللي كانوا موجودين بالاول شلون سووا الشغلات هذه اللي احنا قاعد نشوفها. بصراحة الآثار اللي بعلبك إشي فعلاً عظيم، بقشعر البدن هالمناظر الخلابة والآثار الرائعة اللي من العصور القديمة. نحن اليوم بأرض الشمس، أرض بعلبك وقلعة بعلبك اللي هي من التاريخ وبتعرفوا من أقدم القلعات اللي موجودة بالعالم. حبك يا لبنان. روعة. شيء جميل. أحب لبنان. أنا بحب لبنان.